وأضاف وزير الصناعة أن قانون تيسير ترخيص المنشآت الصناعية يستهدف تغيير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل والعمل على إحداث طفرة في الاستثمار الصناعي. القانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية صدر، هو قانون رقم 15 سنة 2017، وبيستهدف تغيير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل والعمل على إحداث طفرة في الاستثمار الصناعي. ويمكن أضيف برضو حاجة مهمة جدا، هيساعد على دخول القطاع الغير الرسمي في قطاع الرسمي، القطاع الغير الرسمي خاصة الصناعي اللي كان مش قادر ياخد التراخيص بتاعته عشان يبقى رسمي، احنا هنسهل له هذا الإجراء بشكل كبير جدا.